هذا الصنيع وهذا مزبطة القديمة وهذا الحمام الطفل وهذه الزفة كانت مكة تشرب كل مكة تشرب من الزفة دي ما شاء الله صفيحة يعني صي صي زفة زفة الماء وهذا الرحى وهذا وهذا خشب يعني فاطمة رضي الله عنها كانت تلف الرحى يلف لف نعم اي صح قمح وتلف تلف نعم صح كذا سبحان الله شوف حجر حجر خشب متحجر هذا الرحى هذا المذبح هذا المذبح هذا ماذا يا والد هذا المذبح حق هذا المذبح هذه العيبه اللي يشيلون فيها هذه يعني كيف ما معنى العيبة لأن الشنطة تحتاج من الشنطة يا شيخ العيبة زي الشنطة شنطة 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 عقيبة حملها تطيح عقيبة هذا عندنا هذه الأجراس يحطون هذه حلقة هذه الجنبية اليمنية هذه الجنبية اليمنية جنبية برا هذه الأجراس كل يمني يلبسها هذه الجنبية اليمنية هذه طرف عز الله صحيح نعم شفت يا شيخ هذه تنحط في حلق الغنم الفحل الكبير يحطون كبيره ولا والرسول قال لنصر الملك رفقه فيها جرس جرس نعم ايوه هذا المشعار المشعار ده هذا المشعار كان يضرب به وياخذ الراعي معه وهذا نحات عصاية تلك عليها وش فيها هذا غنم كذا هذا نحات عربي نحات نحت النمر بحيث انك انت واقف هنا النمر يطالع فيك واذا وقفت هناك النمر يطالع فيك يعني بطريقه لا تقل ما هو يسمى البعد الثلاثي الان الثلاثي هذه بعد ثلاثي نعم وهذه بندق المارتين هذه صنعت في الحرب العالميه الثانيه من شخص بريطاني اظن اسمه مارتين او امريكي بس الناس يحبون يعرفون السيف في المسمار او السيف اي السيف نعم. حقيقه اي نعم هذه كلها سيوف كلها سيوف لكن بنوريك الان فيها اشياء قدام يعني هذا سيف الله سبحان الله أصدق المداء من الكتب الحد بين سجلوا لو عايز بس بعد هذا صحيح فيها الميزان يا شيخ قديما وهذا اللي عرفينا ساعة من تحت الدولة العثمانية وهذا ميزان الذهب يتخذ هذا الميزان القديم من هذا هو الشيخ وهنا ميزان الذهب وهذه الكبرى عندنا في ديارنا إلى الآن موجودة.